في يوم معلم قلنا على الأستاذ ما عندنا كتب، قال روح اشتري إسلامية. قلت الأستاذ والله ما عندي، قال روح اشتري إسلامية. الأستاذ والله ما عندي، أبغى اشتري مخفر، يشتغل مخفر شيء. الأستاذ والله ما عندي، قال لي عجلة تنجاز تسقط تسقط، احنا ما علينا. بهذا المستوى من الإحباط وسوء المعاملة بدأ مصطفى عامه الدراسي الجديد بعدما تسببت جائحة كورونا في حرمانه وأقرانه من الدراسة الحضورية خلال العام الماضي. آلاف الطلبة والتلاميذ يواظبون على الدوام في مدارسهم ولكن بلا كتب. نقص كبير في الكتب المدرسية تعاني منه نينوى مع بدء العام الدراسي الجديد، فمن بين نحو مليون طالب موزعين على أكثر من 2500 مدرسة في نينوى لم يتسلم إلا عدد قليل من هؤلاء كتبا مدرسية كاملة، والغالبية العظمى بلا كتب أو تسلموا جزءا منها وبعضها قديمة وتالفة. يمتحنون داخل المدرسة ويقول لهم روحوا ادرسوا بالبيت، لكن اليوم إذا ما عندهم كتب كيف راح يدرسون؟ يعني هسه اكو ناس وزعوا لهم 3 دفاتر فقط. زين انا بنتي المعلم ما تقول له روح اشتري لك كملي من برا اشتري. زين احنا منين نجيب او نستنسخ؟ منين نجيب؟ لازم هي لازم يوميا تروح جيراننا حتى تروح تدرس. مديرية تربية نينوى تحاول السيطرة على الوضع بإمكانياتها المتاحة، لكن عدم وصول مناهج دراسية بكميات كافية تغطي أعداد جميع الطلاب أربك الوضع في المدارس، وأجبر التلاميذ وأولياء أمورهم على تحمل مسؤولية تنصلت منها الوزارة بسبب تأخرها في تأمين المناهج. المادة الدراسية 50% استلمنا، وزعنا الباقي من المستعمل اللي عندنا من السنة السابقة، كملنا إلى أن يجي جديد راح نسحب القديم ونعطيهم الجديد إن شاء الله. دوام مزدوج وتعليم إلكتروني يصعب على التلاميذ الالتزام به، ودروس مكتوبة على السبورات وامتحانات بلا كتب للمراجعة ورحلات لا تكفي جميع التلاميذ. هكذا بدأ الحال في مدارس نينوى مع انطلاق العام الدراسي، وسط أمال بأن تجد وزارة التربية حلا سريعا لمشاكلها قبل فوات الأوان. من الموصل محمد سالم، يو تي في.